الثاني من هذه الحلقة، الناطق باسم الحركة السلفية الأستاذ فايد الهيلم، حياك الله أبو العزيز. يا أهلا وسهلا ومرحبا بك. بداية يعني إحنا أمام مشهد سياسي خلينا نقول في نوع من الهدوء أو الركود أو خلينا نقول هدوء ما قبل العاصفة، مسميات ممكن نقول عديدة، لكن تقييمك أو تشخيصك للمشهد السياسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. بعد ذي بدأ داني أتوجه بالشكر الجزيل إلى برنامج المشهد السياسي وإلى قناة الوطن ولك شخصيا على هذه الاستضافة وإتاحة هذه الفرصة للإطلالة عبر هذه النافذة لجموع الأخوة المواطنين أو المشاهدين بشكل عام في عالمنا العربي. المشهد السياسي في الكويت لا يسير على وتيرة واحدة، وهذا أمر منذ نشأة الحياة الدستورية وقبلها أيضا، صعود ونزول، ارتفاع وانخفاض. المهم في هذا الوضع تقييم الرضا العام للناس، هل الناس ترضى عن مثل هذه المشاهد، عن مثل هذه الأحداث، هل هناك احتقان حقيقي؟ الواقع اللي نقيمه في الحركة السلفية أن هناك عدم رضا عن أداء هذه المؤسسات. على أي أساس قيمت اليوم عدم رضا؟ انطلاقا من حجم المقاطعة للانتخابات الماضية، مرورا بعدم تعاطي الشعب الكويتي مع هذا البرلمان، بل أن بعض، مع احترامنا وتقديرنا لأعضاء مجلس الأمة، ثلاث أرباع الشعب لا يعرف الأسماء، بل أن بعض الشعب يتندر بأن من هذا ومن ذاك، ويضعون مسابقات لمعرفة هؤلاء النواب. يعني وصل إلى هذا الحد، يقينا أن هناك عدم رضا، يقينا أن هناك عدم معرفة بما يدور. الإضافة الأخرى بعدم الرضا، القضايا التي تطرح منذ نشأة الدستور إلى اليوم وقضايانا ومشاكلنا هي ذاتها، هي تتضخم مع الوقت، لا يوضع لها حلول. أنا ضد مسألة أن يقال أن والله أنجزنا في الملف الإسكاني، أنجزنا في الملف التعليم، أنجزنا يعني فلنت كل الأشياء. إذا أنت قاعد تكلم تفصيل أبو العزيز، أنا فلنت أتكلم شوي، أنت قاعد تقول ضد، لكن اليوم لا أنا ضد أن أنجزنا، ولكن لا أن فعل ما تشوف أن فعلا المجلس في خاصة في 12,000 وحدة سكنية، وأن تقليص فترة الانتظار وقد تحل في خلال 3 إلى 5 سنوات، ما تشوف أن المجلس جاد وقاعد يحقق شيء على أرض الواقع؟ على أرض الواقع ما في شيء. ليش ما على في الناحية شيء؟ الورقية ممكن، على الناحية التصريحات والإعلام ممكن، لكن على الناحية الورقية، على سبيل المثال أنا سأضرب مثلا على آخر مشروع تم توزيعه واحتفلت في وزارة الإسكان بتوزيع غرب عبد الله مبارك، هل تعلم أخي الكريم أن هذا المشروع لم توضع البنية التحتية إلى الآن؟ معناته أن كل الاستلامات ورقية، من انتظر 15 سنة عليه أن ينتظر 5 سنوات لبدء البناء مرة أخرى. يعني هذه المسألة، هذه الانتصارات الورقية، بيع المشمش السياسي لا يجوز على الشعب بهذه الطريقة. إحنا مع أن تدور عجلة التنمية، تنتج هذه البلد، يرتاح هذا المواطن، لكن الواقع الموجود اليوم هي مجرد تصريحات، وهذه التصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع. المواطن بحاجة إلى أن يرى هذه الإنجازات واقعة ماثلة أمامه. إذا جينا على قضية الجامعة، جامعة الشدادية، الحكومة تطلب تمديد 5 سنوات. إذا كان القانون صدر في 2004 في مجلس 2000 في سنة 2004 مجلس 2003، وأعطى الحكومة فرصة 10 سنوات لبدء البناء، ولما بدأت البناء بعد 10 سنوات اليوم تطلب تمديد. روح على جسر جابر، روح على أستاذ جابر، روح إلى مستشفى جابر، روح إلى كل هذه المسميات، هذه كلها أشياء لم نرها. فلذلك هي يعني أخشى ما أخشاه أن ينطبق علينا قول الشاعر الرصافي اللي يقول علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف، ألفاظ ليس لنا منها سوى أسمائها، أما معانيها فليست تعرف. لا نريد أن نصل إلى هذا الأمر، وأنا قناعتي أن وصلنا إلى هذا الأمر، بأن مجلس وزراء يعلن عن خطط تنمية، مجلس وزراء أو وزراء يعلنون عن انتهاء 12,000 وحدة سكنية بيعت بالهواء. يعني كثير من المواطنين اللي تسلموا في مشروع غرب عبد الله مبارك تحديدا هم سلموا على الورق، فلذلك يعني ما قال سلمنا المفاتيح وغيره، هذا شيء ما في. لا ما في. هذا المشروع بالذات غرب عبد الله مبارك 5,000 وحدة سكنية، نعم، اللي وصل يعني يقولون لك حلينا الطلبات الإسكانية لغاية 98 استلموا على ورق. يعني يحتاج البنية التحتية، على تصريحات وزارة الإسكان تحديدا، تحتاج إلى 2 إلى 3 قدام.
فمعناتها انه ما في شيء. بس خليني اقول لك اليوم على جايين على التذمر على الوضع، وان المجلس سيء والمخرجات اللي موجوده اليوم سيئه، ليش ما تلومون نفسكم انتم اللي اتخذتوا قرار المقاطعه اليوم وانتجتوا مجلس انتم اليوم تنتقدونه؟ طيب ما لو انتم مشاركين ما كان افضل الوضع سيكون افضل من الوضع الحالي؟ قضية المقاطعة لم تكن نتيجة ملء المجلس بهذه المخرجات السيئة. أنا أعتقد أن الحكومة هي ذات الحكومة، سواء في مقاطعة أو غير مقاطعة، رئيس الوزراء جابر المبارك هو رئيس الوزراء، سواء قاطعوا المعارضة أم لم تقاطع المعارضة. أعضاء مجلس الوزراء المطلوب منهم وفق الإطار الدستوري أن يقدموا خطة التنمية، سواء وصلت معارضة أو وصلت موالاة. بل على العكس، أنا أقول لك إذا قاطعت المعارضة وأتت موالاة أو مجلس مطيع سميه ما تشاء، يجب أن ينجزوا، ما يجب أن يتعللوا قوانين عديدة يتم إنجازها اليوم في المجلس. لا، أنا أتكلم عن هذه القضية تحديدا. نعم. وسأتيك على قضية القوانين العديدة اللي يعلن عنها، لكن مسألة أن المقاطعة هي السبب في أن فشلت في هذه الأمور، أنا أقول لا، العكس، المفهوم مخالف هنا. المقاطعة مدامها أبعدت عناصر التأزيم اللي أنت تقول عنهم عناصر تأزيم، يفترض أن تهيأ لك جو كبير للإنجاز. فلماذا لم تنجز؟ يعني اليوم معناته أن المشكلة ليست في مشاركة لا البعض عاب اليوم يعيب على المجلس أن المجلس هذا ما يسائل وتخلى عن المسؤولية الرقابية، في مقابل يقول لك إحنا صحيح قل تكون قللنا، ولكن في مقابل إنجاز وهناك مشروعات قوانين عديدة تم. إحنا نتكلم عن أداء المجلس، صحيح أداء المجلس يشهد انحدار، لأن هذا المجلس انحدار في أي ناحية، الرقابة ولا التشريع؟ الرقابة والتشريع. شلون تشريع؟ تشريع قاعد يشرع المجلس؟ قاعد يشرع، لكن هذه التشريعات كلها تصب في مصلحة تشريعات إن صح التعبير ورقية لفئة معينة. يعني شنو يستفيد المواطن من مشروع البي أو تي؟ في نهاية المطاف فرص استثمارية، يوسع لك آفاق التوظيف، تستفيد منها شريحة التجار، لكن المواطن العادي ما يستفيد. المواطن العادي له مستشفى جابر لم ينجز، ليش في حالة عدائية انتم مع التجار؟ ما في اي عدائية مع التجار، بالعكس احنا نقول هذا المجتمع الكويتي هو مجتمع مبني على تجارة من جهة وشعب من جهة أخرى، وعلينا أن نتكامل، لكن لا يجب أن تنهب أموال البلد بأي شكل من الأشكال، وأن تشرع القوانين وتوضع لإفادة فئة دون أخرى. يعني الضمانات العدلية يجب أن تكون العدل والمساواة وتكافؤ الفرص يجب أن يمنح للجميع. القانون يجب أن يشمل كل الفئات المجتمعية، لا أن يشمل فئة أو يتجه لتعزيز دور فئة واحدة على حساب بقية فئات المجتمع. سيدي الفاضل، ما أريد أن أقوله أن مسألة أن نقول أن قضية أن المعارضة ساهمت بهذا الوضع السلبي، أنا أعتقد على خلاف ذلك تماما. الجو مهيئ، لكن هذه الحكومة تحديدا تلكأت عن خطة تنميتها، بالإضافة إلى أن وجود مجلس مطيع بهذا الشكل، بل مجلس مو مطيع، مجلس يشطب استجوابات يؤجل استجوابات، مجلس استقالوا منه نواب. نعم. نظير تراخي في الدور الرقابي وتراخي في الدور التشريعي هيئ لهذا المشهد بأن ينحدث. أنت تقولون مجلس يعني متراخي في الرقابة، لكن ليش ما تي على أرض الواقع؟ يعني وزير التجارة قدم استقالته وكان السبب الاستجواب، وزير الأشغال قدم استقالته وكان السبب الاستجواب، جرى تعديل وزاري أيضا بسبب الاستجواب. ما تشوف أن هذا دليل على أن المجلس مارس حق الرقابي، وبالتالي هذه نتائج أن الوزراء ممكن استقالوا من مناصبهم نتيجة للاستجوابات؟ لا، مو نتيجة للاستجوابات، نتيجة للترضيات السياسية. أي ترضيات؟ نتيجة للصفقات اللي تعقد الكبرى بين المتنفذين من جهة وبين أعضاء مجلس أمة من جهة. اليوم نشهد الكل يتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره عن اجتماعات تعقد في مزارع وفي غيره ولوبيات لتمرير صفقات لعقد. هذا كلام، هذا ماكو شيء على أرض الواقع. يعني هذا كلام يعزز ما قيل. يعني وزير اللي استقال نتيجة تصريح أظن وزير التجارة. نعم. لما صرح أن كل شيء بثمن أو ما شابه هذا وطلب منه الاعتذار، ومش الرجل كان وزير الأشغال، وزير الأشغال نتيجة لهذا التصريح تم معاقبته. نعم. اليوم اللي احنا نريده كمواطنين في هذا البلد
أن تكون هناك تنمية حقيقية، ولن تكون هناك تنمية حقيقية في ظل غياب الخطة، في ظل غياب التكلفة، في ظل غياب التشريع، في ظل غياب الرقابة، في ظل شعور المواطن بأن هذه المؤسسات أصبحت لا تمثل تمثيل حقيقي. لا بس أنت يعني هذا أنت تقول ما في تشريع، هذه الرقابة أو ما تقول ما في رقابة، استجوبوا راحوا الوزراء مشوا بعد شو يسوي؟ مشوا بدون استجوابات. زين هذا معناته هذا ما تشوف قوة مجلس بهالحالة؟ لا لا مو قوة مجلس أبدا، ولا يمكن أن تكون هذه نتيجة قوة المجلس يعني. أوكي في لما أثير قضية ال خلينا نقول الامتلاكات العقارية كان أحد النواب في الأسبوع الماضي يتكلم، قال يعني النواب اللي كانوا موجودين يتكلم في المعارضة اكتشفوا أنه عنده مثلا عقارات متعددة، وبالتالي هذه نوع من الإدانة. ما تشوف أنه أيضا المجلس هذا سيتجه إلى خلينا نقول فضح من كان يتغنى ويعني خلينا نقول يضع شعار الدفاع عن المال العام وهو متورط في بعض القضايا؟ بالعكس، أنا أؤيد هذه المنهجية، أن يكون كل شيء على الطاولة، إذا في شيء خليطلع. أي مستفيد من المال العام سواء يدعي أن معارضة أو يدعي أن موالاة، كل شيء يجب أن يظهر. الشعب هو اللي حاسب في نهاية المطاف. أنا لست محامي يعني. أردوغان رئيس تركيا، نعم، لما سألوه كيف نجحت في رئاسة الوزراء لهذا البلد اللي كان مديون، كان يشكو من تعثر اقتصادي، قال كلمة جميلة، قال لم أسرق ولم أستعن بالسارقين. فلذلك إذا كان هناك أي شبه على أي طرف لتخرج للعلن ليشاهدها الجميع. إحنا اليوم ما نقول لك المعارضة ملائكة أو أن الآخرين من المعارضة من هو متورط الآخرين بقضايا مال عام شياطين. أنا ما أعتقد حقيقة. ما أعتقد إلى الآن ما أعتقد. نعم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ليخرج هذا الطرف بينته وليعرضها للناس لكي إما أن يرد عليه ردا مقنعا، وإما أن تثبت فعلا الإدانة. ونحن نقول للآخر كانوا يعني لسنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لا إحنا الشريف والضعيف عندنا سواء، المخطئ سنقول له أنت مخطئ وإن كان منه. فلذلك توزيع هذه التهم المعلبة بهذه الطريقة الإعلامية، شيطنة المعارضة، ليست لصالح البلد. ليش لصالح البلد؟ ليست لصالح البلد أني أشيطن الطرف الآخر بلا دليل بهت بدون أدلة. هذا مو منهج عملي ولا منهج علمي ولا منهج أساسا وطني. يعني قبل قليل كنتم تتحدثون عن الوحدة الوطنية، ليس البهت من أصول الوحدة الوطنية أساسا. فلذلك أنا قناعتي إذا اللي عنده شيء ليضعه أمام الناس على الطاولة وليعلم بالدليل أن فلان وليحاكم. لا، أحد الأخوة في تويتر الأخ إبراهيم نجادة يسألك ما هو تقييم الحركة السلفية في مستجدات زملائهم بحشد، وكيف سيكون وجه المعارضة الجديد؟ يقصد الاستقالات الأخيرة. أنا قناعتي شوف، كل متابع لي ما يحدث في الساحة السياسية خصوصا في قضية التيارات السياسية في الكويت، أغلب التيارات، لا أقول الكل، أغلب التيارات شهدت انقسامات. يعني التيار السلفي شهد انقسام في الكويت، التيار الشيعي شهد انقسام في الكويت، التيار الليبرالي شهد انقسام في الكويت. فما يحدث اليوم عند الشعبي هو شيء شأن يخص هذا التيار. نقدر الجميع، نحترم الجميع، الطرفين لهم خصوصيتهم يبحثونها فيما بينهم. نأمل دائما أن يكون العمل الجامع للتيارات هو العمل ما الوطني. ما تشوفنا اليوم التيارات المعارضة اليوم اللي كانت يعني تتبنى شعار المعارضة اليوم خلاص انتهت، يعني ما صار لها دور. القسامات أصبحت واضحة، الخلافات أصبحت واضحة، تغريدات بعض رموزة في تويتر تتكلم على سماسرة وغيرهم. ما تشوف ان خلاص المعارضه اليوم لازم يعني تقص الحق من نفسها، تقول فعلا احنا انتهينا، ما عندنا مشروع قادمه، ما عندنا رؤيه، غير قادرين على ان نكون كما كنا عليه في السابق؟ يقيني ان جزء من ضعف المعارضه هو تخوين بعضهم لبعض اللي انت ذكرته. يعني المعارضه قاعده تخون بعضها البعض. نعم، وهذا مشاهد وملاحظ ومعروف شو السبب؟ ليش وصلت الى المرحله؟ ليش وصلوا يسأل عنها من يطلق الاتهامات يمين أو ما حاولتوا أنتم تعرفون شو الأسباب؟ خاصة تخوين يعني. لا أنا أنت جزء منهم. صحيح جزء منهم، لكن خلينا نقول الآتي، أن خلاف الرؤى لا يجب أن ينعكس عليه قضية تخوين أو إدانة لأي طرف من أطرافهم.
لكن جزء من ضعف المعارضة هو غياب الرؤية من جهة والتخوين من جهة ثانية. اليوم احنا نقول الآتي، ان ما يحدث في صفوف المعارضة امر صحي ان صح التعبير، من تخوين صحي، لا مو التخوين، ما يحدث من اختلاف، نعم، امر صحي اذا كان في اطار اختلاف رؤى ووسائل وليس اختلاف مبادئ. هم لم يختلفوا في المبادئ، لذلك قناعتي الشخصية أن يجب عليهم أن يجتمعوا لرأب الصدع وجمع الكلمة. أوكي. الأخ سعيد العماني ناشر صحيفة الحصيلة، مسي عليه بالخير، يقول سؤال لمولانا فهيد الهيلم: هل سوف ترشح نفسك في حال وجود انتخابات جديدة؟ وهل هناك مؤامرات في حشد؟ ليش التركيز على حشد؟ أنا أعتقد أني أجبت بأن هذا شأن داخلي. هو جاء السؤال، أوجه السؤال كما هو، ولكن أنت راح تشارك في انتخابات قادمة؟ هو إلى الآن الإطار يبحث، قصة الحركة السلفية داخل الحركة السلفية قاعد يبحث الأمر. هناك رأيين، رأي بالمشاركة ورأي باستمرار المقاطعة، ولم يحسم الرأي حقيقة، لأن لكل حدث حديث، ولم احنا مو مقبلين على الانتخابات حاليا. الانتخابات يبدو أن هذا المجلس سيطول عمره إلى 2007. بقاء المجلس يعني ما هي تبعاته برأيك؟ جيد، غير جيد، بقاء أو استمرار إلى نهاية مدته؟ مطالب المعارضة واضحة بحل البرلمان وحل الحكومة في المقابل إجراء انتخابات على نظام انتخابي جديد يختلف عن نظام الصوت الواحد. لذلك أنا أعتقد قناعة كاملة أن هذا المجلس اللي أصبح جزء من الحكومة في فترة من الفترات، أنا قابلت أحد أعضاء مجلس الأمة في برنامجك إذا تذكروا، قلت أنه لما سألتني قوة المجلس قلت لك في جيب أصغر وزير وزعل أخونا والله يعين. اليوم أنا أعتقد أن المجلس، لا، المجلس جزء من مجلس الوزراء، بل أن أحد النواب المستجوبين اليوم يقول أن مجلس الوزراء يجري اتصالات عن النواب بالتصويت ضد الاستجواب. هذا الكم من التنسيق ليته كان في قضايا التنمية ما يكون في قضايا وعد الأدوات الدستورية. استمرار هذا الأداء بهذا الشكل، بهذا الانصياع، بهذه الطاعة، أنا أعتقد أنه ما يجب أن يكون باستمرار هذا المجلس. في فترات سابقة تذكر كان دائما تثار أن فهيد الهيلم توجه في مجتمع، كان أعتقد كان يطرح اسم الوزير السابق محمد أحمد باقر، وأن قضية أن يكون هناك نوع من الاعتذار أو شيء، خاصة في بعض من صدرت عليه محكم. هل هذا التوجه موجود إلى الآن؟ وهل مستمرين أنتم فيه ولا توقفت هذه الاتصالات؟ لا، هو حتى تكون بالصورة، أنا سبق وأني أجبت على هذا السؤال في برنامجك أيضا لما سئلت مع ذات الشخص، أن هناك كان توجه لدى أحمد باقر، لدى بدر الشبيب، عبد الله الرومي، تم الاتصال مني بحيث أن تكون القضية قضية إسقاط قضايا عن كل الشباب. كل الشباب، مش الطلب عفو أو استرحام أو ما شابه مثل ما صورها البعض. فإسقاط القضايا هذا اليوم هو جزء من مطالبة المعارضة، أن تسقط كل القضايا والملاحقات السياسية. بعض وقت أخذ نوع من ردة الفعل عنيفة، أن ما حد طلب منكم، وليش قاعد تروحون تتحركون، وعلى أساس أنتم قاعد تقدمون هالمبادرة يعني؟ لا، هو في حينها أنا ما تحركت إلى المدى البعيد مثل ما توضح، كان نتيجة اتصال والاتصال انتهى في حينه، ووئد هذا التحرك في حينه، لكن نعم، استمرار هذا التحرك أنا لست ضده حقيقة. يعني من يريد أن يدخل لإيقاف الملاحقات السياسية، لإيقاف هذا المنهج اللي تتبع السلطة والحكومة في الكويت، احنا نؤيد هذا الطلب. احنا مع طلب الحوار، مع طلب ان فتح صفحة جديدة، ان يجلس الجميع، كل الفرقاء السياسيين على طاولة حوار واحدة لرسم سياسة هذا البلد. ما في بلد اليوم يسير بالرأي الواحد، يقول لك رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. لذلك كل الساسة الحوار جزء من أبجدياتهم، لذلك نحن مع الحوار، مع إيقاف الملاحقات السياسية. يعني خلنا نتكلم بشكل صراحة، يعني في محاولات اليوم قاعد تحاولون تقودونها وتحاولون تسعون فيها لمصالحة، لصالحة سياسية، لإسقاط قضايا غيرها بالعلن، يعني خلك في محاولات. لا ما في، ليش وقفتوا؟ هذا السؤال يعني. هو أنا لم أنطلق حتى أتوقف. تكون قلت في اجتماع صار وأحمد باقر هو اجتماع وحيد وانتهى في حينه، لكن هو اتصال حتى مو
مو اجتماع. ما اجتمعتوا؟ لا، وانتهى في حينه. ما قعدت مع احمد باقر يعني مع بعض؟ لا، جلس مع بدر الشبيب، اخونا بدر الشبيب الامين العام للحركه السلفيه. أوكي. لكن نقول الاتي، ان قضايا الملاحقات السياسيه يجب ان تتوقف كمنهجيه حاصله. ليش تشوفونها ملاحقه سياسيه ما تشوفونها نوع من التعدي على القانون، وبالتالي يتم تطبيق القانون على من يتعدى عليه؟ احنا في الكويت كنا نفتخر في السابق بان البلد الوحيد اللي فيه حريه غالبه تجعل الشعب يشعر بالاطمئنان والامان، وانه يقول للسلطه ما يريد ويذهب الى بيته وهو آمن، لا يخشى زوار الفجر. لا زلنا ما تشوف ما زلنا فيه؟ جايك أنا في الكلام. أوكي. وأن لا يخشى زوار الفجر. اليوم الوضع اليوم في احتقان في الشارع، في شعور بأن القبضة الأمنية أكبر من ما يفعل. مو معقول من نائب مثل الأمة لسنوات، أكثر من 10 سنوات، يتم اقتياده بهذه الطريقة اللي صرح فيها الدكتور وليد الطبطبائي بأنه يوقف في الشارع. تستطيع أن تستدعيه، تم استدعاء أكثر من مرة وتم تلبية هذا الاستدعاء. رجل مثل عبد الله الرسام على سبيل المثال، تم لو استدعيته ممكن يجيك، لكن أن تتم السيارات بهذه الطريقة وهذا الشكل. البعض يقول أنه كان في استدعاءات ولكنهم ما كانوا يجاوبون معها. يعني ما أعتقد أن نائب مثل وليد الطبطبائي يتم استدعاءه ولا يستجيب. يعني هو سبق وأن استجاب أكثر من مرة، يعني بل أكثر الناس اللي تم استدعائهم تم استجابتهم. طيب نفترض سؤال آخر، لماذا لم يعلن عن إجراءات الحكومية تجاه الاستدعاء؟ يعني كل اللي من وصل له استدعاء كان يعلن عنه، بل الحكومة أو السلطة أو الداخلية تعلن أنها تستدعي فلان وفلان 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 بطريقتها وتبلغ محامينهم. محامينهم معروفين. على سبيل المثال النائب مسلم البراك، كل الاستدعاءات نشرت، تذهب إلى مكتب المحامي أو تذهب لبيت النائب. أما إيقاف الناس في الشارع، هذا اللي عندنا تحفظ عليه، ونتمنى من وزارة الداخلية أنها تبين مثل هذه الإجراءات، لماذا تمت هذه الإجراءات. الناس قاعدة تقول أنها لم تستدعى وتم اختطافها من الشارع أو غير هذا. فلذلك البينة على المدعي، عليك أن تبين مثل هذه الأمور. إذا تم استدعاء الناس، قل للناس، اظهر بمظهر واضح وعلني للناس أني أنا استدعيت فلان في اليوم الفلاني ولم يستجب، واستدعيته في اليوم الفلاني ولم يستجب. أوكي، لكن اليوم أيضا ما تشوف أنه في نوع، يجب أن يكون هناك نوع من المسؤولية فيما يقال من بعض الآراء، من بعض التصريحات؟ يعني البعض يتجاوز، يعني ما تشوف أن البعض يحاول التعدي ويحاول التجاوز، وبالتالي إذا تم تطبيق القانون عليه قالوا هذه يعني تعدي على حرية الرأي. ما هو الآن ما هو في، يعني ما تشوف أن البعض لديه مشكلة في التفريق ما بين حرية الرأي والشتم أو التعدي على القانون؟ الشتم مرفوض أيا كان شكله وأيا كان أسلوبه وأيا كان طريقته، مباشر أو غير مباشر. هذا الشتم مطلوب، لكن أيضا محاكمة النوايا مرفوض. لا تستطيع أن تحاكم يعني بكلمة أو ببيت شعر أو بغيره بأنك تحاكمه بأنه يقصد كذا. المقاصد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك اللي أنا أستطيع أني أقوله الآن أن قضية الشتم مرفوضة تماما، سواء صدرت من أي طرف نعرفها أو لا نعرفها. شتم الآخرين، التعدي عليهم، بهت الآخرين، الحرية يجب أن تكون يقابلها المسؤولية. نعم. حرية تقابلها مسؤولية. هذه المسؤولية تقتضي أيضا أن نطالب من يحاسب الناس بأن يكون واضح ومسؤول أيضا أمام إجراءات القانون. الأخ محمد الهراني سألك، يعني بعد سأل أخ هنا بعد، السلام عليكم. السلام، هل الحرية المفرطة في الكويت سبب هذا التعنت من التيارات السياسية والحكومة؟ لا لا لا، الحرية المسؤولة ليست سببا. يعني مثل على ما يقولون، أنا أفهم السؤال أن حرية مفرطة في إيش؟ حرية مفرطة في النقد سبب للتعنت من التيارات السياسية؟ ما التيارات السياسية ما تملك إلا أنها تعبر عن هذه الروح الوطنية الموجودة، تعبر عن أهدافها ورؤاها من خلال مؤتمراتها الصحفية، من خلال بياناتها. وين التعنت الموجود من القوى السياسية؟ أنا ما أشوف أي تعنت في مسائل القوى السياسية أو طرحها لقضاياها عبر الوسائل المتاحة. داخل المجلس اليوم، يعني أنتم أيضا كحركة إسلامية سلفية، كيف تقيم النواب اللي يتبنون المنهج السلفي في مجلس الأمة الحالي؟ وهل أنتم راضين عن أدائهم، خاصة فيما يتعلق اليوم في تطبيق الشريعة أو أن الحفاظ على المكتسبات الموجودة كان يطالب فيها التيار الإسلامي، راضين عنها ولا لا؟ بعد الفاصل.
الفندق. كريمة النوغا والشوكولا حلوين، بس مع بعضهم أحلى. توفيفي، مع بعضهم المرح أحلى. نبي سلامتك. لما تجرح شخص تبتدي الحرب، تموت القلوب. واحد بعمري يقول حق واحدة مشاعره ومو متأكد انه تحبها. والله العظيم اسفة، ما في ولا شيء بيني وبينك يشفع لي. هذه المصيبة الكبيرة بالحليم. خلاص روح بحال سبيلك، بلا حب وبلا زفت. اخذ ايدك عني. اللي سلبك لا تتهاوش معه. بقطة من فوق فضح. يا عمي اقول لك، انكسر قلبك، انصدمت. حبيبي ابوي الحلو الكتكوت الملون. بلاتي اشوف المبروكات فضحتوني قدام العالم. حب في الأربعين من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية على تلفزيون الوطن. أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام. بعد الذي سألتك قبل الفاصل عن التيار السلفي اليوم في مجلس الأمة، نواب السلف، هل أنتم راضين عنهم عن أدائهم؟ وبصراحة يعني خاصة أن أنتم تحملون نفس الفكر الإسلامي ولكنهم اختلفوا معكم في قضية المشاركة والمقاطعة، هل هم يعني اليوم نقول في الجيب مثل ما وصفتم، في الجيب جيب الحكومة مثلا؟ نقول لاتي، أنا تقييمي للبرلمان بشكل عام لن أجامل فيه أي شخص حتى أوكي. وإن كان إسلامي حتى وإن كان سلفي. إذن رأيك الصريح، التقييم أوكي. للمجلس بشكل عام، قل لنا رأيك الصريح. لا أقول لك التقييم للمجلس بشكل عام غير مرضي عنه، فلذلك هم جزء من هذا، جزء من هذا الغضب الشعبي. حتى وإن حاول البعض أن يضفي عليه شرعية التمثيل أو ما شابه، مو صحيح اللي قاعد يحدث. أنه حتى غياب الرأي للمجلس يرى غياب تام للملف الإسلامي بعكس ما كانت مجالسنا السابقة. موجودين أنهم يتبنون بعض القوانين وواقفين في بعض القوانين الإسلامية، يقول الاختلاط في قضية المناهج، موجودين لهم صوت. يعني هذا الصوت أقل مما يجب أن يكون، يعني أقل ما يجب، أقل مما يجب يعني. وبعدين لا يشكرون على قضايا واجبات يجب أن يقوموا فيها تجاه الوطن أو تجاه الفكر اللي يحملونه. تبقى القضية قضية تقييم كامل لمؤسسة كاملة، اليوم نرى قصورها، نرى أنهم جزء من هذا القصور. ومع احترامنا وتقديرنا لكل الشخوص بلا استثناء، إلا أن هذا التمثيل أو الحكم على هذا التمثيل هو ينساق تحت الحكم على التمثيل المجلس بشكل عام. ليش ما تشوف أنت يعني، خلنا نتكلم بصراحة أكثر، ليش ما تشوف أنه أهم اليوم يعني اليوم في قضية أن البعض يتراجع أو ينوي تراجع، ممكن يشارك في أي انتخابات مقبلة؟ هم اتخذوا هذا القرار لأن عرفوا أن هذا هو الحل الوحيد، أن يتم التعامل مع مجلس أمة وفق النظام الحالي. ليش ما تشوفون أن هم كانوا الأصح في وجهة نظرهم وشاركوا وتعاطوا مع الواقع، وأنتم من تخليتم عن مسؤوليتكم وتركتوا الساحة مثلا، وبالتالي ما لكم حق أن تنتقدون؟ عندما يصوت نائب ضد الأداة الدستورية ويعيدها لأنها موجهة لرئيس الوزراء أيا كان تبرير النائب، مثل تبرير الأخ دويسان قبل شوي يقول أنه ستضفي حصانة على القضايا لأن أنت تطرح قضية التعليم وتطرح قضية الإسكان وتناقش فيها رئيس الوزراء، هذا تشكيك في النوايا. هذا ما تطرح إذا كنت أنت كحكم تنظر لنفسك كحكم ستحاكم هذه الحكومة برئيسها بوزرائها، يجب أن تستمع للطرفين، مو أن تأيد الاستجواب ظنا منك أنه يحصن. هذه حجة داحضة. فقناعتي أنه لو كان هذا التمثيل مثل تمثيل الأخوة أو الأخ رياض أو الأخ عبد الكريم الكندري كنت أحترمه، هذا تمثيل أحترمه وإن اختلفت معه في وسيلة الدخول وعدم الدخول، لأن تمثيل يعبر عن
روح رقابية تشريعية واضحة تجاه الملفات المطروحة، هنا يستحقون الاحترام. البعض يقول لا هذا استخفاف في الأداء الرقابي. لا مو استخفاف بشكل هذا. لا أنا ما أتكلم فقط عن الأداء الرقابية، عن الدور المنوط بالنائب في مجلس الأمة. لا يهادن الخطأ، لا يجامل الحكومة. شلون هادن الخطأ؟ خلينا نتكلم، أنت تتكلم على أكبر مهادنة للخطأ شطب الاستجواب بس. ما أبي رئيس الوزراء يحاسب، ما أبي الوزير الفلان يحاسب، ما أبي وهذا هذا هذه الممارسة. تم في مجال السابق أشبهنا المجلس يعني واقفين عليه أنت. تم في مجال السابق. لا هذا المجلس لم يوضع على جدول أعماله، رفع من جدول الأعمال ولم يعطى حتى المستجوب حق التقديم، بل أن أي استجواب راح تقدمه راح نشطبه بهذا الشكل. إذا كان مخالف للدستور، وين المخالفة في الدستور؟ من يحكم على مخالفة للدستور؟ أنا أتكلم عن قضايا عامة، قضايا تختص في بعض الوزراء، كل قضية خاصة توجه رئيس الوزراء. اسمع واحكم، ما أنك تشطب بدون أن تسمع حتى تستكثر حتى صعود المنصة، هذا أمر مرفوض. المجالس السابقة على الأقل يعني صعد رئيس الوزراء وفند، وصعد رئيس الوزراء اللي قبله وفند وتحدث الجميع. أي إجراء داخل الإطار الدستوري، في الإطار الدستوري إحنا ما نرفضه ولن نقول إنه، لكن التقاعس بهذا الشكل. الأخ مبارك العتيبي، يعني سؤالي للأخ فهيد الهيلم، ما هو التعامل السليم مع المرحلة الحالية للمعارضة؟ وهل إن تمت مشاركة أي قوة سيتم تخوينها؟ وليش ما تعترف المعارضة أنها لم تربح الجولة مع أنها ربحت جولة إسقاط حكومة ومجلس 2009؟ فلكل جولة ربح وخسارة. جميل، أنا أقدر الأخ مبارك على هذا الطرح. المشارك لن يخون، إحنا ما خوننا في السابق ورفضنا هذه السياسة. صار تخوين، اللي خون يتحمل مسؤوليته. أنت تكلمني عن تياري. أوكي. اليوم إحنا نقول الآتي، إن لغة الخطاب السياسي يجب أن تراجع عند المعارضة، عند الموالاة، عند الجميع. ثقافة التخوين يجب أن تؤد وتنتهي. لا يمكن أن من يخالفني خائن ومن يوافقني بطل وحر وشريف. هذا الطرح مرفوض. نعم هي مسألة مواقف، يعني السياسة هي كلها فن الممكن، وأنا أقول أنها فن أفضل الممكن، وفن أفضل الممكن يقتضي أن تتغير المواقف مع تغير الأحداث. اليوم المعارضة المطلوب منها مثل ما سأل الأخ مبارك، مطلوب منها الحوار الداخلي. عن أي معارضة أنا أتحدث؟ عن معارضة تريد النضال السياسي وترك العمل البرلماني، عن معارضة سقف هالعمل البرلماني، عن معارضة لا تريد عمل وسطي، لا هذا ولا ذاك، لا لن أخوض الانتخابات ولن أروح للنضال السياسي، لكن سأطرح قضاياي في كل فترة. إذن هذا التعدد، هذا التنوع موجود داخل المعارضة. المعارضة واجب عليها وواجب علينا حقيقة أن يكون هناك مطالب محددة، أولويات محددة يجتمع عليها الجميع، يتحاور حولها الجميع وينطلق لتحقيقها. أوكي، الدعوة هذا اللي سلم اللي قال سلم البرنامج سابق سلم براك اللي قال أنا يدي ممدودة لكل شخص ما عنده أجندة انتخابية، هذه دعوة تشوفها واقعية ولا لا؟ بصراحة أنا أحترم الأخ بحمود في المقام، لكن احترامي، لكن أنا أحترم دعوته، لكن هذه الدعوة تخصه وتخص حشد. بل أنا أشد على يده أن الله يوفقه فيها الطرح اللي يريده، وأن يبتعد بحشد عن العمل الانتخابي كونه الأمين العام. لكن تبقى العملية أن من لا يوافقك ليس بخائن، من لا يمد يده لهذا الطرح ما هو متخاذل أبدا. هنا نواب وطنيين وشخصيات وطنية، وهني نواب وطنيين وشخصيات وطنية، نواب سابقين في كلا الطرفين، بل هنا تيارات سياسية وهنا تيارات سياسية، نحترم الجميع. نختلف في الرؤى، نختلف في الوسائل، نختلف في الأطروحات، لكن في نهاية المطاف ما يجمعنا أن الصالح العام يجب أن يتحقق. هذا الصالح العام يتحقق عن طريق التيار السلفي، يتحقق عن طريق التيار الليبرالي، يتحقق عن طريق الشعبي، عن أي كان. يجب أن تكون الأجندة الوطنية هي الحاضرة، المصلحة العامة هي الحاضرة. يعني تعضيدا لمثل هذا الطرح، أنا أذكر عبد اللطيف العميري في مؤتمر أقيم، مؤتمر الأغلبية بعد دعوة مسلم براك، قال كلمة واضحة، قال نحن لسنا ثوارا، نحن مصلحون سياسيون ندعو إلى الإصلاح السياسي. فهذا يعتبر رد ضمني داخل الأغلبية، وهذا التنوع مطلوب، يعني هذا التنوع تنوع إيجابي ومطلوب. أوكي، الأخ فيصل الصواغ، ما رأي الأستاذ الهيلم بمشروع الإعلام الإلكتروني المثار مؤخراً، ولماذا يتم أو لم يتم إصدار بيان يوضح رأي الحركة السلفية؟ قناعتي الشخصية أن ما القانون لم يصدر إلى الآن، القانون تم دعوة
كثير من أصحاب الجرائد الإلكترونية ويمكن منهم الأخ الصواغ وغيره. فأي شيء فيه وأد للحرية إحنا ضده، الحرية المسؤولة، إحنا مع الحرية ومع أن الإنسان يعبر عن رأيه بكل مسؤولية. أما ما يحدث من البعض من تجني واتهام وبهت هذا مرفوض، سواء كان ورقي أو كان إلكتروني أو غيره. فلذلك أي قانون يقيد حريات في الكويت إحنا نقف حائل بينه وبين. في البعض كان يتكلم على المعارضة ويقول لك اليوم يعني في الانتقاد خاصة على سبيل المثال سوء توزيع المناصب القيادية وأعطائها لأشخاص المحسوبية أو لأشخاص لا تستحق أن تكون في هذه المناصب. البعض يقول أن من ينتقد اليوم في المعارضة تعيينات القياديين هو في يوم من الأيام كان مساهم بتعيينات أما لأقاربه أما لناس يعني هم محسوبين عليه. فبالتالي ما تشوف أن يعني شخص ينتقد هو أساسا كان مشارك في هذا الفعل المفروض ما يتم الإقدام عليه؟ شوف، أن تكون مشارك ثم تصحح وتنتقد هذا جزاك الله خير، يعني عدت وفؤت إلى الحق، لكن أن يكون صمتك لأنك مارست مثل هذا الأمر هذا مرفوض. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن إذا كنا بناخذ المناصب القيادية وتوزيعها، نعم، الدستور ينص على تكافؤ الفرص والعدل والمساواة في توزيع المناصب القيادية. في المجلس المبطل الثاني إحدى الوزيرات قامت وقالت يجب أن يحرم، مقدمت ورقة، كل من عارض سياسة الحكومة بما يسمى التحفظ الأمني اللي اليوم موجود على كثير من الشباب اللي شاركوا في الاعتراض على سياسات الحكومة. هل يعقل أن يحدث هذا في الكويت؟ أن تقدم لوائح للجهات الأمنية بأن فلان شارك والله في مسيرة ولا فلان اعترض على الحكومة ولا غيره؟ يا أخوان، أبو بكر الصديق رضي الله عنه تولى أمر الأمة، قال وليت عليكم ولست بخيركم، أعينوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة. إذا كان هذا رأس الدولة في ذاك الخلافة في أول خطاب سياسي يحدد المعايير، إن ممكن تعترضون علي، وإذا اعترضتوا علي، بل إن محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وإحنا منطلقاتنا شرعية كان يقف في غزوة بدر واختار المكان، فجاء أحد الصحابة قال يا رسول الله أهو منزل أنزلك الله إياه فلا نجاريك، يعني ما نعد عليك، أم هي الحرب والمشورة والمكيدة؟ قال بل هي الحرب والرأي والمشورة والمكيدة. قال ليس ذلك لك بمنزل، فصحح على رأس الدولة أن يغير منزله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرى أن ترى كذا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند رأيه. إذن المشورة تعطي أو الاعتراض أو التصحيح للخطأ الحكومي يعطي أفضلية لهذا البلد، لا يعطي تجنجا. لكن المؤسف أن في مجلس المبطل الثاني إحدى الوزيرات قدمت قانون بعزل وبمحاسبة وبحرمان المواطنين الكويتي حتى وإن كانوا أكفاء، حتى وإن كانوا أكفاء، لأنهم اعترضوا على سياسات الحكومة. كيف قبل مثل هذا الوضع؟ وكيف استمر اليوم أن أسماء تخرج لتتولى مناصب ثم تثور عليها ثائرة في تويتر أو في غيره فيحرمون وتلغى يعني تعييناتهم لأن والله اتخذوا أو غردوا ضد الحكومة؟ هذا مو منطق. أوكي. مو منطق سليم. هذه نقطة. تفضل. النقطة الأخرى أن إذا كنا نبي نأخذ أيضا الضمانات العدلية في الدستور، العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، النسبة الغالبة على البلد منهم القبائل، وين تعييناتهم؟ لماذا المناصب القيادية كلها تحتكر لفئة معينة؟ كلها؟ أغلبها حتى أكون دقيق. عندك نسبة معينة عندك؟ أنا أقول. عندك نسبة معينة؟ أنا أقول لك. على أساس حكم؟ روح شوف مجالس إدارات اللي تملك فيها الحكومة من اللي قاعد تعين فيها، روح شوف بعض الهيئات من اللي قاعد تعين فيها. لماذا تحرم هذه الفئات؟ إحنا اليوم مو دعاة ترى طائفية أو فئوية، لكن إحنا ندق ناقوس الخطر لما تستثني شرائح، لأن والله نفس ما قال الضيف اللي سبقني نبي نشيل اللقب والاسم الأخير. أنا ضد أنك تشيل اللقب والاسم الأخير. ليش؟ ليش التشكيك في المواطنة لأنه والله من القبيلة ولا من الطائفة ولا من الديانة؟ انصهار يمكن الفكرة هي انصهار داخل المجتمع والمفروض يظل المواطن. يعني أكبر انصهار حدث في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ما ألقى هاشمية محمد، قال أنا خيركم،
الانصهار اللي جمع بلال الحبشي الأسود وأبو بكر القرشي الحسيب النسيب وعلي بن أبي طالب وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، هذا انصهار ولا منصهار؟ مع ذلك حافظت هذه المجتمعات على طبيعتها وعلى قبائلها. نعم. وسعد بن معاذ كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما غضب عليه، لما غضب الأنصار قال: ما تقول يا سعد؟ قال: إنما أنا امرؤ من قومي يا رسول الله. يعني هذه المفاهيم العلاقات الاجتماعية يجب أن لا توضع كأنها شماعة، والله نشيل اللقب. أوكي. لذلك أنا اللي أقول الآتي: نعم. توزيع المناصب القيادية في الدولة وحرمان من يستحق بحجة المحاصصة هذا أمر مرفوض. أوكي. وأكبر محاصصة تحدث في مجلس الوزراء، في مجلس الوزراء لما يتم اختيار الوزراء ليس على سبيل الكفاءة ولا التخصص ولا القدرة ولا الأمانة ولا العلم، إنما على سبيل إن طائفتك نجح منها خمسة أنا اختار منهم وزير، مجموعتي أو تياري أو الفكر اللي أنا أنتمي نجحوا منها أربعة أنا اختار منهم وزير، القبيلة الفلانية نجح منها سبعة أنا اختار منها وزيرين. إذن أصبح الاختيار على أسس المحاصصة. أحد الأخوة بس يوضح بتويتر يقول لك أن كلام سلم البراك كان موجه للأغلبية ولم يكن لحشد. أنا أقول ما قلت أنه موجه لحشد. أنت قلت موجه لحشد. لا أنا قلت أنا موجه لحشد. أنا أشد على يده كونه أمين عام لحشد بأن ينحى بها هذا المنحة. أنا كلامي واضح، كلامي واضح. يعني لما قال أنا وجه كلامي للأغلبية صحيح، أنا ما قلت أنه وجه كلامه لحشد، وجه كلامه للأغلبية للتيارات السياسية للشخصيات العامة وليس للأغلبية فقط. ثم في نهاية المطاف تعقيبا على هذا الكلام، المعارضة ليست الأغلبية فقط، المعارضة ليست التيارات الموجودة في المعارضة فقط، بل هناك أناس إحنا نتهمهم بأنهم ولا اليوم يأخذون مواقف معارضة. فلذلك أنا اللي أقوله احتكار العمل المعارض لهذه السلطة بتيار واحد بأغلبية هذا أمر مرفوض. أوكي. الساحة مفتوحة للجميع. بالعزيز تقييمك أنت في بعض النواب اللي كانوا في كتلة الأغلبية أو مقربين منها واليوم ذهبوا وشاركوا في مجلس العمال، مثل عند أحمد مطيع، دكتور عبد الله طريجي، رياض العتساني، لما يعني ما كان مع الأغلبية بشكل، هو دائما يقول كان مو مع الأغلبية ولكن شارك، كان مقاطع وشارك، أداهم هم نفسهم اللي شاركوا فقط تغير قرار المشاركة أم أن الأداء أيضا اختلف؟ الأداء اختلف طبعا. من أي ناحية اختلف؟ كل النواحي. أنا لما أحكم على هم نفسهم اللي كانوا مع المعارضة هم نفسهم اليوم مع شو اسمه في المجلس، شو اللي تغير؟ يعني هذا الأداء أداء كبير اختلف في أداء الأخوة الأفاضل. يعني تقيم لي رياض العتساني اللي كانوا وياهم نفس أداء البقية؟ ما هو كلهم الثلاثة رياض. يعني معيارك الاستجواب بس أبو عبد العزيز؟ الاستجواب أداء رقابية لا يجب وأدها بهذه الطريقة. فلذلك لو كان هذا الأمر معروض على مجلس الأغلبية ما وئد، عرض على مجلس الأغلبية استجوابات من الأقلية إن صح التعبير في ذاك الوقت، وصعدوا ومكنوا الناس. اليوم أنت مكن الناس، لا تقول لي أن هذه أغلبية. ومع ذلك رغم اعتراضهم على أن بعض الاستجوابات غير دستورية وموجهة لرئيس الوزراء في ذاك الوقت، لأنهم مكنوا النائب صالح عاشور من أن يستجوب جابر المبارك، هذا المعيار اللي كان موجود اختلف هنا، أصبح لا يمكن رياض العتساني. يعني أكيد أن الأداء اختلف. انزل في ما حدث اليوم مع جمعية الشفافية، في البداية كان يصرح النائب نبيل فضل، ودائما بينك وبين مبارك مشاكسات، يعني كلام منكم الوطن هنا أول في هالاستديو أول مناظرة. فهو بالبداية تبنى أن الجمعية هذه خرجت عن أدائها والمهام المنوطة بها، وبالتالي سعت إلى تشويه سمعة الكويت أمام العالم في تقديم معلومات خاطئة، وبالتالي اتخذت اليوم وزارة الشؤون قرار بحل مجلس إدارة الجمعية. البعض فسر أن لا هذا عقوبة للجمعية لأن قامت بعمل، البعض قال هذا لا هذا عقوبة لأنها فعلا أخطأت. وجهة نظرك؟ أنا لم أطلع، يعني شوف أنا لم أطلع على ما حدث مع جمعية الشفافية، لكن هذا اللبس لماذا يحدث؟ لماذا الناس تختلف على طرفين؟ لأن الحكومة ليس لها ناطقا رسميا يبين الأسباب الحقيقية. على سبيل المثال موضوع الشفافية، أنا أرفض إغلاق هذه الجمعية لأي ذريعة كانت، الحكومة تستطيع أنها ترسل من يمثلها ليرد على هذه الجمعية في المحافل الدولية وفي غيرها، وهي قادرة على ذلك.
هي أرسلت وزراءها إلى سويسرا وإلى غيرهم لحمل ملف البدون وعكس الواقع الموجود. فلذلك لماذا تتلكأ الحكومة في أن تواجه حتى يعني هل يعقل أن تقرير يخرج تبني جمعية الشفافية لأحد التقارير اللي لا يتوافق مع السياسة الحكومية يعتبر إساءة للكويت؟ اللي كان يقدم معلومات خاطئة قاعد تشوه سمعة البلد. اثبت لي ما مسألة الإطلاق؟ أنا ليش قلت لك نرفض التهم جزافا؟ هم جديرين بأن يدافعون عن أنفسهم. على سبيل المثال ليحدث لقط أيضا البديل الاستراتيجي. أنا أتحدى أي واحد يعرف ماذا تريد الحكومة بالبديل الاستراتيجي. فجأة دراسات خرجت تتحدث عن بديل استراتيجي لتقليص رواتب وزيادة رواتب. صحيح عندي اختلالات في سلم الرواتب، لكن حلها بأن تخرج الحكومة علينا ببيان تفصيلي توضح، مو توضح في الغرف المغلقة، احنا ما ندري ايش قاعد يدور. فلذلك هذه موجة الرفض الموجودة اليوم، مهندسين، معلمين، أطباء، غيرهم يرفضون لأن ما في توضيح. لو كان السبب منطقي أو حقيقي، أو كلنا ترى ندفع للبلد ونحب البلد ونضحي من أجل البلد، لكن تعال قول لي. وقبل أن تطالب بتطبيقه على الناس، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجمع أسرته قبل أن يطبق أي قانون على المسلمين، يقول أبدأ بكم وأضاعف لكم العقوبة، ليبدأ الوزراء بأنفسهم، ليتخلوا عن الامتيازات المالية في البداية، ثم بعد ذلك ليقتنع الشعب بأن وزراءنا قاعد يضحون. أما الوزير يستلم 100,000 في حال خروجه ورواتب مضاعفة وغير هذا، ثم بعد ذلك يتحدث عن تقليص رواتب مواطنين أو تقليص التقاعد للمواطنين، مو هذا الحل أبدا ولن يكون. وهذا سبب هذا اللقط الحادث هو غياب الشفافية عند الحكومة. أوكي الآن يعني عبد العزيز أخيرا، في بوادر لانفراجه، في بوادر خلينا نقول لي سعي لعفو مثلا، في بوادر لحل سياسي، أم أن الوضع سيبقى كما عليه وسيعاد النظر في تقييم المعارضة وتقييم المواقف السياسية في 2017 عندما تم تدعى إلى الانتخابات المقبلة؟ البوادر لا أرى شيئا في الأفق. ما في شيء؟ أنا لا أرى شيئا في الأفق، لكن إحنا ندعو إلى السلطة التنفيذية تحديدا الحكومة. ما الذي تريدينه؟ هل تريدين أن تصنعي شعبا خائفا جبانا يكرهك، أم تريدين أن تصنعي شعبا حرا معارضا يحبك؟ أنت أمامك المعادلة اليوم، إما تشديد قبضة أمنية ومعاقبة أسر ومعاقبة أناس بطريقة لم يسبق للكويت أن حدث ما يحدث الآن، وإما أن يتسع صدر الحكومة لأن تسمع الرأي الآخر ولأن تتقبل الرأي الآخر ولأن تقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل والفكرة بالفكرة. هذا هو المنهج النبوي. إذا كان وهذا هو المنهج الصحيح اللي ندعو له، على يعني أنا ما أتمنى أن يكون هناك حوارا يجمع كل الأطياف، كل الفرقاء السياسيين لوضع لبنة في كويت الغد. إحنا نحترم بعضنا البعض، نقدر بعضنا البعض، لكن لا يمكن هذا الاحترام وهذا التقدير وهذا يصنع منك تمددا في أي نوع من أنواع التحجير على الحريات، الاستبداد، معاقبة الناس، أخذ الناس بالشبهة. كل هذا مرفوض، سواء إحنا نرفضه برا، يعني أكثر بلد فيه تصريحات لرفض القمع الخارجي الكويت، كذلك نرفض أي تعسف من أي جهة كانت. متفائل ولا لا؟ جدا متفائل. متفائل؟ أنا متفائل، يعني المقولة دائما يقول لك لست متفائلا، متشائل، لاني متفائل ولا متشائم، لكن أنا أقول أعطني جيشا من المتشائمين وقيادة متفائلة ستنتصر، وأعطني جيشا من المتفائلين وقيادة متشائمة ستنهزم. التفاؤل يجب أن يكون في حياتنا. لذلك أنا أقول إن أكثر أو أوسع الناس سعة صدر في هذا البلد هو سمو الأمير، وسمو الأمير يقبل بأن تنتقد الحكومة انتقادا علميا واضحا موضوعيا ويوجه بتصحيح الأخطاء. اليوم البلد إحنا نقول إن لما ننتقد نواجه بقضية قبضة أمنية، هذا مو مطلوب ومرفوض، وعلى الناس أن تعبر وأن نصنع شعبا حرا محبا ينتقد. الشعب الكويتي أي إبان الغزو صدام حسين أعتى قوة كان في المنطقة، كان يخرج هذا الشعب ما بيده إلا
الرشاش عشان يخط تحيا الكويت، يحيا الأمير، عاشت الكويت. ما حد طلب أن تلقي بنفسك إلى التهلكة، لكن هذا الحب الحقيقي لهذا البلد. الشعب اللي كان في الغزو هو الشعب الموجود اليوم، الشعب اللي احترم قيادته، الشعب اللي احترم هذا البلد، احترم حريته، يجب أن يحترم. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا قناعتي أن أزمتنا أزمة إدارة حكومية، يجب أن تسير هذه الحكومة حقيقة وفق معايير تفتح صفحة جديدة مع الشعب ملؤها الاحترام والتقدير. هذه الحكومة يجب أن تدير أمورها وملفاتها بشكل واضح، يزيل اللقط من الشارع الكويتي ويزيل اللبس من الشارع الكويتي، ويجعل الجميع في حوار وطني نصل فيه إلى لبنة جديدة في بناء الوطن بإذن الله. الناطق باسم الحركة السلفية الأستاذ فهد الهلال، مشكور لحضورك معنا في هذه الحلقة. شكرا. مضى الوقت سريعا يعني. نعم معك مضى سريعا إن شاء الله، وإن شاء الله مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم من أطيب المنى وإلى اللقاء.